ناخذ الحديث ان الامام المهدي لما يظهر صلوات الله عليه ينصب الفساتين جمع بساط خيام خارج مسجد الكوفه ومدينه الكوفه ويعلم الناس القران. القران له جمال رائع. اضرب الان فردوان جميل، ديكور جميل، مصباح جميل، انشاء الله. نحن بالنسبة للقرآن هكذا، أولا بحاجة من ميز جمال القرآن. أكو في الأحاديث وفي التواريخ أن المسلمين الأولين كانوا إذا سمعوا القرآن بكوا. الآن كان واحد شايف يسمعون القرآن يبكون. لأن من ميز الجمال؟ هذا الشيء في القرآن؟ الشيء الثاني ارتفاع المعاني. أكو عندي جمال، شوف الآن كمثل هنا هاي البناية والديكور. ديكور يعني جمال. البناية يعني كونكريت، أحيانا تكون البناية جمال بكل مش زين، لكن أصلها مو من كونكريت وإنما أصلها من تراب، هذا صار جمال لكن ما صار أساس. القرآن له جمال، القرآن له أساس يعني معاني رفيعة، القرآن له أحكام مستقيمة إلى أبعد الحدود. يعني أنه من المستحيل مليون سنة يمر على القرآن ويغير حكم من أحكام القرآن. إذا غيرت الشمس، غير القمر، غير البحر، غيرت الأشجار، غيرت الأنهار، القرآن يتغير. سمع الله سبحانه وتعالى، هذا خلق الله. ولذا العرب الأولون كانوا إذا سمعوا القرآن فهروا به اندهار. تروح مثلاً تشوفها شيء جداً رائع، مش أنت مهم؟ العرب كانوا هالشكل، ولذا دخلوا في دين الله أفواجاً، حتى المعاملين للقرآن كانوا هكذا ينبهرون من القرآن.